مرحبا بكم في قناتكم الإلكترونية دنيا تي في. انضم لاعب الوسط الدولي المغربي فيصل فجر رسميا لصفوف ختافي الإسباني قادما من ديبورتيفو لا كورونيا، وأعلن النادي المدريدي الذي سيعود في الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى الإسباني عبر موقعه الإلكتروني الخميس عن انضمام فجر إلى صفوفه بعقد يمتد لموسمين. وأبرز ختافي في المعلومات التي نشرها عن لاعبه الجديد أنه يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، وبدأ مشاركاته الدولية مع المنتخب المغربي في 15 نوفمبر تشرين الثاني 2015.